الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومعلمنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم جميعا في هذه الدروس في فقه الأحناف، وما زلنا نتحدث في قسم العبادات. وقفنا في اللقاء الماضي عند سنن الوضوء، تكلمنا عن فرائض الوضوء، وقلنا إن فرائض الوضوء على قواعد الحنفية أربعة: غسل اليدين مع المرفقين، وغسل الوجه، ومسح الرأس يعني ربع الرأس، وغسل القدمين مع الكعبين. والآن سنتكلم في سنن الوضوء، ولكن لا بد أن نعرف الفرق بين السنة وبين المندوب والأدب والمستحب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومعلمنا محمد. وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتركه، يعني كان يفعله وكان يتركه. فما واظب عليه النبي سنة، وما لم يواظب عليه يسمى مندوب أو يسمى مستحب أو يسمى أدب أو يسمى تطوعا. والسنة احنا قلنا في الفرض يساب فاعله ويعاقب تاركه. طب والسنة؟ يساب فاعلها ويلام تاركها. يعني المستقر في المذهب أن السنة لا عقاب على تركها، ولكن هناك لوم على تركها. واللوم نوع من العقاب المعنوي، بل قد يكون العقاب المعنوي أقوى في بعض الأحوال وعند بعض الأشخاص من العقاب الحسي. واحد مثلا يقول: أنا لو أبويا ضربني بالعصاية أحب إلي أحسن من أن يقول لي كلمة تجرحني. كون أنه يضربني يعني العقاب الحسي عنده أقل إيلاما من العقاب المعنوي. والإمام الشاطبي رحمه الله يعني يقول هنا نقطة بديعة وجميلة جدا، إن السنة والمستحب والمندوب هذه الأشياء مقدمة للواجب أو خادمة للواجب، يا إما موصلة للواجب يا إما خادمة للواجب. ويقول التقصير في هذه الأشياء مقدمة للتقصير في الواجبات والفرائض. فهذا خطأ كبير. بعض الناس حينما تقول هذه سنة يقول سنة خلاص مش مهم السنة. لا، مهم السنة، مهم في أنها التفريط في السنن مقدمة للتفريط في الواجبات. التفريط في السنن يوصل في النهاية إلى التفريط في الواجبات. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والإنسان المحب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي يتلمس خطاه، كما كان سيدنا ابن عمر يفعل،
حتى في العادات كان أيضا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا كان يعني حتى في أسفاره يجعل ناقته تبرك في المكان الذي كانت تبرك فيه ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبركا بسيدنا رسول الله واتباعا له. كان إذا مر بمكان وقد كان النبي قضى حاجته فيه يقضي هو حاجته في هذا المكان تبركا واتباعا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة بركة كلها، وبعدين أليس فيها ثواب؟ فيها ثواب. أليس فيها حب؟ نعم فيها حب، حتى يعني أهل الله يقولون لا تكن عبادتك كعبادة العبيد، ما تخليش عبادتك كعبادة العبيد، كل شيء يعني ثواب أو عقاب بس، لا تفعل إلا لأنك خايف من العقاب وإنك طالب للثواب. فإذا جاء شيء حسيت انه ثوابه اقل او ما فيهش ثواب او ما فيهش عقاب ما تعملوش، لا، خطا كبير. هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحب لسيدنا رسول الله يقتضي ان نتبع سيدنا رسول الله. هكذا كان الصحابه يفعلون. وانت تعلم حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاتاه سيدنا جبريل فاخبره ان في النعلين قزارة نجاسة، فلا بد أن يخلع النعلين، فخلع النبي نعليه، فخلع الصحابة نعاله. فبعد أن انتهت الصلاة قال لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك فعلت ففعلنا. قال إن جبريل أخبرني أن بهما نجاسة، هذه السبب اللي خلاني خلعت إيه النعال. فلماذا أنتم خلعتم؟ خلعوا النعال هم اتباعا لسيدنا رسول الله، سواء رأوا إن ده الفعل ده في حكمة أو ما فيهش حكمة، سواء رأوا إن في الفعل ده منفعة أو ليس في منفعة. فطالما أن الحبيب المصطفى فعله وتكلم عنه وأمر به فهو فيه منفعة. فهو صلى الله عليه وسلم لم يترك فعلا يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به، ولا فعلا يبعدنا عن الله إلا ونهانا عنه. ما في خير إلا وأمر به، ولا شر إلا ونهى عنه صلى الله عليه وسلم. فليس معنى ذلك إن السنة تبقى عندنا رقم اثنين في اهتماماتنا أبدا. فالشاطبي يقول إن المندوبات المستحبات السنن هذه الأشياء موصلة إلى الواجب، والتقصير فيها معناه أنك ستصل في النهاية إلى التقصير في الواجب. حتى الغزالي في الإحياء، إحياء علوم الدين، يجعل السنة القبلية، سنة الصلاة القبلية التي يستهتر بها كثير من الناس، ويقول أنا لا أذهب إلى المسجد إلا على إقامة الصلاة، يجعلها من الأشياء الموصلة إلى الخشوع في الصلاة، تهيئة للصلاة. عاوز تخشع في الصلاة، فمن الأسباب التي تتخذها للخشوع أن تذهب إلى المسجد مبكرا، أن تصلي الصلاة السنة القبلية، أن تعرض الثواب والعقاب والعمل الصالح والموت والحساب على قلبك قبل أن تقام الصلاة. السنن مستحبات المندوبات الآداب من باب أولى أن يلتزم الإنسان بها. فمعنى الآن سنن الوضوء، واتفقنا أن السنة هنا معناها شيء وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه في حياته إلا مرة أو مرتين، بل من هذه السنن التي ستأتي أشياء لم يتركها النبي في حياته أبدا، كالموالاة في الوضوء، وسيأتي الآن. هناك كلام كثير في مسألة الفرض والسنة والواجب، ولكن يعني في هذا القدر كفاية للمرحلة التي نحن فيها.
سنن الوضوء كم سنة؟ 18 سنة. الأول غسل اليدين إلى الرزغين، احنا قلنا هناك في الفرائض غسل اليدين من أطراف الأصابع مع المرفقين، هذا فرض. السنة غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى الرزغين، الفاصل ده بين الكف وبين الساعد، الكف والساعد، الفاصل ده هو الذي يسمى الرزغ. الحديث يقول: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء، أو فليغسل يده ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء، لأنه لا يعلم أين باتت يده. يعني ربما إيد الإنسان تكون يعني تنجست وهو نائم وهو لا يدري، يعني جاءت على أحد القبل أو الضبر أو أي موضع فيه نجاسة فتنجست إيده، فلما يحط إيده في الإناء يتنجس الماء، لأننا قلنا في اللقاءات الماضية أن الماء القليل ده الموجود في مكان محصور ينجس بقليل النجاسة وكثيرة، أي أقل نجاسة لو سقطت في نقطة بول سنتي من النجاسة فإن هذا الماء تنجس ولا تصح الطهارة به. فقال غسل الإيدين إلى الرزغين قبل أن يدخلوا في الإناء، لكن السنة دي للمستيقظ من النوم ولغير المستيقظ من النوم. ما الحديث لماذا قال إذا استيقظ من نومه؟ قال لأن ده الغالب إن الذي تكون على يديه نجاسة هو المستيقظ من نومه، فالحديث اسمه إيه؟ خرج مخرج الغالب. لكن السنة للمستيقظ ولغير المستيقظ، وهي أولى للمستيقظ من النوم أن يغسل يديه. طبعا اللي بيتوضى من حنفية وكده ده يعني مش الآن يعني يلزمه غسل اليدين إلا الرزغين على اعتبار أنه كأنه ليس مستيقظا من النوم. يبقى غسل اليدين إلى الرزغين سواء كان مستيقظ من النوم أو ليس مستيقظا من النوم مطلقا، سواء علم أن على يديه نجاسة أو لم يعلم أن على يديه نجاسة، بل إنه إذا كان متأكد من أن على يديه نجاسة فإن الغسل ده ما يبقى سنة ولكن يبقى إيه؟ واجب، فرض عليه. الثاني التسمية في ابتدائه، يعني التسمية في ابتداء الوضوء. وطبعا التسمية دي تتأتى إمتى؟ عند غسل أول فرض من فرائض الوضوء. نحن في التسمية نتكلم عن حكم التسمية، نتكلم عن وقت التسمية، وقت التسمية عند أول فرض من فرائض الوضوء. حكم التسمية سنة من سنن الوضوء. والسواك رقم ثلاثة، السواك في ابتدائه ولو بالإصبع عند فقده. السواك معروف، عود الأراك المعروف يباع وموجود، والسواك يتأتى أو تتأدى السنة بكل ما يعمل عمل السواك. واحد يغسل أسنانه بالفرشة يعمل عمل السواك، هيمسح يده ويدخل صابعه في فمه ويمسح بخرقة، يتأتى بالسواك. المهم تنظيف الفم، ويتأكد هذا التنظيف عند وجود رائحة كريهة في الفم أو عند استيقاظه من النوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكما قلنا في أول اللقاء هذه أشياء لابد أن نعض عليها بالنواجس. فيستاك في ابتداء الوضوء ولو بالإصبع، ولا يستاك في آخره. ليه؟
لأنه لو أنت استكت في آخر الوضوء ربما السواك نزل دم من أسنانك، وهذا الدم يبطل به الوضوء كما يأتي. لذلك قالوا السواك في أول الوضوء. فين السواك عند أول الوضوء؟ قال عند غسل الفم. يبقى أيضا في السواك نتكلم عن حكم السواك وعن ما يتأدى به السواك وعن وقت السواك وعن أوقات استحباب السواك في غير الوضوء. أوقات استحبابه بعد النوم وعند تغير رائحة الفم. وقت سنيته عند الوضوء عند المضمضة. كيفيته إنه يأتي بعود أو بخرقة أو بصابعه فيمسح بها ويدلك بها أسنانه. ها في الدرس يرجع طبعا، ده ناقد من نواقض الوضوء، سيأتي في نواقض الوضوء. لا لا، ليس من السنة أبدا. الإمام حتى الإمام مالك كان يكره أن يستاك الإنسان في المسجد، يقول الإنسان لا ينظف نفسه من القاذورات داخل المساجد. المساجد لم تفعل لهذا. الذي يستاك أمام الناس هذا شيء يعني غير، ليس من الأدب. وبعدين بعض الناس، الإسلام دائما يأمر الإنسان المسلم بأن يكون يعني ألا يفعل ما يؤذي به الآخرين. هناك ناس كثيرة جدا تتأذى من مسألة السواك أمامها. وتقيس على كده مسألة الرائحة، من قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. ليه؟ لأن الرائحة تؤذي الآخرين. ليه أنت مأمور بالاغتسال وقت صلاة يوم الجمعة؟ برضو لهذا المعنى، لأنك أنت مأمور بأن لا تخرج منك رائحة تؤذي الآخرين. فاسمه بنسميه الذوق، الأدب العام ده مأمور به في الإسلام، بل لابد على الإنسان أن يلتزم. رقم 4، المضمضة ثلاثا ولو بغرفة. والمضمضة معروفة، وضع الماء ملء الفم في الفم ثم تحريك الماء بسرعة، دي اسمها المضمضة، استيعاب الماء جميع الفم. ثلاثا، ثلاث مرات. عندنا في المضمضة هنا ايه؟ أول شيء المضمضة يعني إدخال الماء في الفم. ثاني شيء أن يكون الماء مستوعب الفم، كل دي سنن. ثالث شيء تحريك الماء بسرعة داخل الفم. رابع شيء أن يكون هذه المسألة ثلاث مرات، سواء بغرفة واحدة أو بثلاث غرفات. خامس حاجة الاستنشاق. الاستنشاق في الفم، في الأنف عفوا، في الأنف، أن الإنسان يأخذ في كفه الماء ثم يضعه في الفم ثم يستنثر، يعني يطلع الماء تاني. ده اسمه ايه؟ الاستنشاق. ده يتعمل كام؟ ثلاث مرات. برضو نفس الحكاية، عندنا استنشاق يعني وضع الماء في الفم في الأنف وإخراج هذا الماء ثم يكون هذا ثلاث مرات وبثلاث غرفات. ايه الفرق بين المضمضة والاستنشاق في هذه المسألة؟ لازم وانت تدرس تلاحظ مسألة الفروق بين الفروع الفقهية. فايه الفرق؟ ايه الفرق بين الاستنشاق وبين المضمضة في أخذ الفم؟ ايه الفرق بين المضمضة والاستنشاق؟ ان في الفم انت تسحب الماء وعندك قدرة على الامساك، فلا يبعد ان ينزل شيء من الفم في غرفة الماء ف
فيحولها إلى ماء مستعمل، فلا يصح أنك أنت تمضمض بها مرة ثانية. لكن في الفم الأنف المسألة يعني غير مضبوطة، ما تقدرش تضبط أنت الماء الذي دخل في الفم، فربما نزلت نقطة من الأنف في الماء الموجود في الكف فتجعل الماء مستعمل فلا يجوز الاستنشاق به. يبقى في المضمضة ثلاثا بثلاث غرفات ويصح بغرفة واحدة، في الاستنشاق ثلاثا لا يصح إلا بثلاث غرفات، مفهوم؟ قال والمبالغة رقم ستة، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. ما قلنا ذوعين المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. ليه؟ لأن الصائم إذا بالغ في المضمضة والاستنشاق لا يأمن على نفسه أن يدخل الماء في حلقه فيؤدي هذا إلى الفطر. رقم سبعة، تخليل اللحية الكثة. احنا قلنا في فرائض الوضوء غسل الوجه، وقلنا حد الوجه، الوجه من منبت شعر الجبهة إلى أسفل الذقن. الذقن ده يعني مجتمع العظم، عظم اللحيين، أدي اللحيين، العظم الذي تنبت عليه اللحية، وده مجتمع اللحيين. وقلنا إن الوجه مأخوذ من المواجهة في اللغة، يعني ما واجهك أو ما واجهت به غيرك وأنت تقف أمامه، هذا الذي يظهر اسمه إيه؟ اسمه الوجه. لذلك يعني الود مش من الوجه. ليه؟ لأنها مش لا تظهر إلا بتكلف، لازم تلف نفسك علشان أو تعمل بطرف عينك علشان ترى الوجه، فكل ما ظهر في المواجهة ده اسمه إيه؟ الوجه. طيب الآن شخص له لحية، قلنا هناك إن اللحية إذا كانت خفيفة بمعنى إن بشرة الوجه تظهر من تحتها فلا بد من غسلها غسل جيد حتى نتأكد إن الماء وصل إلى بشرة الوجه. المقصود هو غسل إيه؟ غسل بشرة الوجه. فواحد له لحية زي الشيخ خالد كده خفيفة، لازم يعمل إيه؟ يغسل اللحية ويدلكها جامد حتى يتأكد تماما أن الماء وصل إلى بشرة الوجه. ليه؟ لأن طالما بشرة الوجه بين من اللحية إذن ما تحت اللحية لسه من الوجه، لسه في حدود الوجه، حد الوجه هو ما بين شحمتي الأذن ومن أطراف الشعر الجبهة إلى أسفل الذقن، كل ده من الوجه. إمتى ده يخرج عن كونه من الوجه؟ لما تكون اللحية ثقيلة جدا بحيث أن بشرة الوجه لا ترى من اللحية. يبقى إيه الفرق بين اللحية الكثة يعني الثقيلة واللحية الخفيفة؟ أن اللحية الخفيفة بشرة الوجه بين من تحتها فتعد من الوجه فلا بد من الغسل، ومش غسلها سنة، لا ده غسلها فرض، مفهوم؟ واللحية الثقيلة الكثة دي اللي هي بشرة الوجه لا ترى من تحتها فلا بد من غسل الأصح في المذهب إنه يمرر الماء على ظاهر اللحية الكثة. ليه؟ قال لأن إذا عجزنا عن غسل ما تحتها انتقلنا إلى غسل إيه؟ اللحية من فوق، من ظاهر اللحية. طيب ويبقى الأصح في المذهب إن غسل ظاهر اللحية الكثة فرض، تمام؟ طيب وما للسنة إيه؟ قال السنة تخليل اللحية الكثة يعني الثقيلة. يبقى التخليل سنة وغسل الظاهر إيه؟ فرض. ويبقى خرج من السنن مسألة إيه؟ اللحية الخفيفة. كيف يكون التخليل؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما وردت الرواية عنه أنه أخذ كفا من ماء ثم وضعها تحت ذقنه كده وخلل بها لحيته، خلاص، ويحاول أن هو يدخل يبالغ في التخليل. قال بكف من ماء من أسفلها، ده هكذا روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رقم 8 تخليل الأصابع. تخليل الأصابع رقم 8 تخليل الأصابع. تخليل الأصابع يعني أصابع اليدين وأصابع القدمين. في هنا برضو مسألة، وهو إن لو واحد لم يصل الماء إلى ما بين أصابعه، أصابع إيديه أو رجليه، احنا قلنا الفرد من الأصابع إلى كده إلى ما مع المرفقين، وهناك برضو في القدمين من الأصابع إلى مع الكعبين. واحد لم يصل الماء إلى الأصابع بتاعت ما بين الأصابع، يبقى تخليل الأصابع سنة؟ لا، يبقى تخليل الأصابع فرض. ليه؟ القاعدة إن طالما إن في لمعة أو لمعة حتى ولو بسيطة جدا في محل الفرض مش مغسولة، فإنك لم تكمل الفرض، لازم ترجع وتغسلها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعقاب أناس لم يصلها الماء، واحد توضأ والعاقب بتاعه ما وصلوش الماء، فقال له ويل للأعقاب من النار. فعندك حاجتين، إما إنك أنت لم يصل الماء إلى الأصابع، فالحالة دي يبقى التخليل فرض من السنة. نحن نتكلم عن التخليل إذا كانت الأصابع قد غسلت فعلا، مفهوم؟ تنشغل بسرعة تلف بعينك. كيف يكون التخليل؟ قال بالخنصر، ده الشمال يغسل اليمين واليمين يغسل الشمال، في الرجلين وفي ده في الرجلين. طب في الإيدين، يبقى عندك في الرجلين الشمال خنصر الشمال يخلل أصابع الرجل اليمين، واليمين يخلل أصابع الرجل الشمال. طيب في الإيدين، قالوا هيئتين، إما بالتشبيك يعني وأنت بتغسل تعمل كده، وإما بوضع باطن الإيد اليسرى على الإيد اليمنى وباطن الإيد اليمنى على الإيد اليسرى، يبقى كده أو كده، والأمر سهل. الأمر إيه؟ سهل وليس صعب. ده رقم 8. رقم 9 تسليس الغسل. تسليس الغسل فين؟ في الأعضاء المغسولة. القاعدة عند الأحناف إن هناك فرق بين المسح والغسل. الغسل له هيئة والمسح له هيئة، خدنا في وصول الشاش وأنت كنت معانا، إن المسح إمرار عبارة عن إصابة، إصابة العضو بالماء، إصابة العضو بالبلة، إنما الغسل إمرار الماء على العضو، خلاص؟ طيب لما تبقى هناك هيئة للغسل وهناك هيئة للمسح، والشرع قال اغسلوا وجوهكم وقال انسحوا رؤوسكم، يبقى هنا المسح لا بد أن يكون مسح لا يخرج عن موضوعه، وهنا الغسل لا بد أن يكون غسل لا يخرج عن موضوعه، خلاص؟ عشان كده قال إيه؟ قال تسليس الغسل، ما قالش تسليس فرائض الوضوء، ولا قال تسليس كل ما هو تغسله في الوضوء سواء فرض أو إيه أو سنة، لا، تسليس الغسل يعني الأعضاء المفروضة المغسولة عليك إنك أنت تغسلها 3 مرات، مفهوم؟ قال واستيعاب الرأس بالمسح ها مرة، نفس الكلام اللي قلناه، هنا المسح مرة هو السنة، وهناك الغسل 3 هو السنة، فقال استيعاب الرأس بالمسح مرة. قلنا في الفرائض إن مسح ربع الرأس هو الفرض، طب السنة ايه؟ السنة ان يمسح كل رأسه. ليه؟ قال خروجا من خلاف الامام مالك. شوف ادب الفقهاء، رأيك
خطأ يحتمل الصواب ورأي صواب يحتمل الخطأ. وهكذا الأدب بين الفقهاء، الخروج من الخلاف مستحب ما لم يدخلنا في خلاف آخر. قاعدة دي، إن الخروج من الخلاف إيه؟ مستحب ما لم يدخلنا في خلاف آخر. فجمع عند مسح الرأس وقالوا ربع الرأس فرض، واستيعاب الرأس بالمسح سنة خروجا من خلاف الإمام مالك. كيف تستوعب رأسك بالمسح؟ تاخد البلة كده على الكفين كما روي عن سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويضعهم على يمسح رأسه كله، ويعني يدبر بهما ويقبل، يعني يمسح إلى الخلف وبعدين يطلع إيه إلى الأمام وبعدين يكمل بالأذن، لأن الأذنان من الرأس كما في الحديث. فالأذنان من الرأس يعني إيه؟ يعني حكمهم مع حكم الرأس في المسح. نفس البلة اللي انت مسحت بيها رأسك هي هي التي تمسح بها الأذنين. طب المسح ده يقتضي ايه؟ اما انك انت تاخد ماء جديد، واما لو كان في ماء على ايديك ينفع، غير الغسل خالص. الغسل لازم مية جديدة، واما الماء يسيل يتقاطر من العضو، انما المسح ده لا، عليه فيه بلة على اليدين ماشي، مفيش بلة على اليدين نجيب ايه بلة من على اليدين. وإياك أن تقلب المسح إلى غسل. بعض الناس يمسح مرة واثنين وثلاثة ويبقى عنده وسواس فيكملها ويحط راسه تحت الحنفية، ده خطأ كبير، ده مخالف للشرع. يبقى المسح كام؟ مرة واحدة. ده رقم كام؟ 8 9 10 11 12 مسح الأذنين اللي قلناه الآن، أيضا 13 الدلك. الدلك يعني مع كل عضو إنك أنت إيه تدلك العضو أثناء الغسل، في حاجة تطلع، في وسخ، في نجاسة، ده يطلع مع الدلك. والولاء رقم 14. إيه الولاء؟ يعني الموالاة. يعني إيه؟ يعني انك تغسل العضو رقم 2 قبل جفاف العضو رقم 1 في الاحوال العادية. يعني لو احنا في الاحوال العادية الموالاة تتحقق امتى؟ انك لو غسلت العضو، لو احنا انت غسلت الوجه مثلا، تغسل اليدين الى المرفقين قبل ان يجف الوجه. جالك تليفون فرديت على التليفون، قلت له ايوه ازيك عامل ايه، وغسلت خلاص، يعني الموالاة موجودة. قعدت بقى تاخذ في الكلام وتكلمت 10 دقائق ولا حاجة، فجف الوجه، هنا ايه؟ لابد هنا خالفت السنة. يعني عند بعض المذاهب الموالاة دي فرض. إذا جف الوجه قبل أن يغسل الإيدين إلى المرفقين بطل الوضوء. خلينا احنا في الأحناف على أساس إن احنا مبتدئين. دي الموالاة. رقم 15 قال النية. برضو النية بنتكلم فيها على أكثر من وجه. ما هي النية؟ النية عبارة عن القصد. طب وفي الشرع معناها إيه؟ قصد الشيء مقترنا بفعله. قصد الشيء مقترنا بفعله يعني توجهي إلى الفعل، توجهي إلى الشيء، توجهي إلى الوضوء وأنا بتوضى كده، أدي النية. انا رايح عند الحنفيه بفتح الحنفيه عشان اغسل ايدي الى الرزغين، قلبي متجه الى ايه؟ متجه الى الوضوء، ولا متجه الى التبرد حران بتبرد، ولا متجه الى غسل ايدي من التراب عشان اكل، ولا متجه الى ايه بالظبط؟ ادي مساله ايه النيه، يعني ان تعلم بقلبك اي عمل ستعمله الان. تعلم بقلبك انك رايح تصلي العصر، انك رايح تتوضا، انك بتغتسل من الجنابة، انك تغسل يديك لبركة الطعام الوضوء قبله وبعده، انك بتتوضأ لقراءة القرآن، انك بتتوضأ لتنام، وهكذا.
يعني توجه القلب. طب النطق بالنية، النطق باللسان في مشكلة؟ لا، والنطق بها سنة. يعني التوجه إلى الفعل بالقلب هو الأصل. طيب اقتران النطق، مساندة النطق لتوجه القلب بدعة كما يقول البعض؟ لا، سنة، وهكذا نص العلماء في أكثر من كتاب. والنية محلها القلب كما قلنا، معناها توجه القلب إلى الفعل، أن تعلم بقلبك أنك تتوضأ للصلاة، تمام؟ ده إيه؟ ده عند الأحناف سنة، تمام؟ طيب عند غير الأحناف في بعض المذاهب عندها أنه فرض. النطق باللسان، نويت أتوضأ، نويت الوضوء، هل في مشكلة؟ لا، قالوا سنة من السنن، مفهوم؟ ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للنية. والقاعدة لا ثواب إلا بنية. اتوضيت على أساس إنك أنت بتتوضأ عشان الدنيا حر، وبعدين أذن العصر، فأردت أن تصلي العصر بهذا الوضوء، على رأي الأحناف هذا جائز لأن النية ليست فرض. لكن القضية في إيه؟ القضية في الثواب. القاعدة أنه لا ثواب إلا بنية. فالعمل الذي قلنا عنه أنه يصح كعبادة بغير نية معناه أنه مقبول عند الله، لكن المشكلة فين؟ في الثواب. فلا ثواب إلا بنية. واضح التفريق ده؟ دي رقم كام؟ 15 16. قال والترتيب كما نص الله، يعني الترتيب بين فرائض الوضوء. غسل الوجه، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني الأربعة دي تبقى مرتبة كما قال الله. والبداءة بالميامن، رقم 17. البداءة بالميامن يعني التيامن، يغسل اليد اليمين قبل الشمال وهكذا في القدمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء إلا فين؟ في دخول الخلاء وفي الخروج من المسجد. تتعود كده على اليمين، في بركة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومعلمنا رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومعلمنا محمد رسول الله.